بما هي موقعه بالنسبة إلى اسم آخر أريد متر المتسابقين لغسان أنا اسمي رميسة عمر حمودي أنا بالصف الخامس عم بدرس بمدرسة مزي عندي رفيقة اسمها سندس الصهيوني حبها كتير وهي كمان بتحبني كتير ولهلأ متفقين مع بعض كتير نحب بعض نحن ولا نزعل بعض كنا بمزين كنا نحب نروح على المدرسة وكنا نشوف بعض كل يوم كنا نحب بعض أنا ورفقاتي ونلعب وننبسط ونروح عند بعض بس بالأخير تفرقنا كل واحد راح بديره ما بعرف وينه وتهجرنا لصفيا ما تهجرنا لصفيات فتحوا هنيك مدرسة وسجلت فيها بالصف الخامس وحبيتها لهالمدرسة كتير درسنا فصل الأول بصفيات بعدين رجعوا صاروا يقصفوا علينا هنيك قصفوا على المخيم قصفوا على المدرسة رجعنا تهجرنا على القريب من تركيا على الحدود وفتحوا جمع المدرسة وظلينا ندرس فيها وما تفارقنا عن بعض أداء كويس جدا صف لحد الآن تطلع الصف بصف الأول على زملاء طلعنا الأولى أنا وياها نعم اثنيناتنا ما حدا طلع معنا أنا بحلم صير دكتورة كمان دكتورة أنا وياها نتوظف بنفس المشفى ومنحبوا لأساتذتنا كتير لأنه هن عم يدرسونا وبيتعبوا علينا كتير كمان